بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ان اليوم الفارق بين واحد الموجه مغاير، كنا حاولنا على اننا اليوم نفوزوا في هذه المقابله، لكن اصطدمنا بمنافس اللي قوي. اللاعبين قدموا داكشي اللي عليهم. ملي كنشوفوا المقابله والاجواء ديال المقابله، الحمد لله اللاعبين عطاو الماكسيموم، كنشكرهم على هذا المجهود اللي قاموا به. حنا اليوم يلا البريميير جوغ ليا، ولكن كانوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا بوزيتيف. بقى تابعنا الخدمه، لانه بحال هاد المقابلات هادو بالنسبه لي انا مهمين بزاف، باش نحاولوا ما امكن الاخطاء اللي درنا اليوم ما يتعاودوش في المقابلات الجايه ان شاء الله. صحيح على ان سجلنا الهدف، كانت في الشوط الاول كانت مقابله اللي الشوط الاول كانت اللاعبين كانوا في واحد المستوى كبير. الى لاحظتوا في الدوزيام ميطا ما حاولناش نرجعوا الريكيلو، بغينا نضيفوا الهدف الثاني، ولكن من خطا ديال البلاسمون، يعني عادي بعض الاخطاء تيكونوا، تلقينا هدف اللي ما كانش محسوب. حاولنا على ان درنا تغييرات باش نرموطيو لو سكور، ولكن اصطدمنا بفريق اللي ديفونسيفمون كان اليوم حاضر. كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به. باقي قدامنا مقابلات اللي مهمين بزاف. الحمد لله غادي نمشيو الان نحاولوا نشتغلوا على شي حوايج اللي شناهم اليوم، وكذلك شفتهم انا ملي كنت خارج على الفريق، غادي نشتغلوا عليهم ان شاء الله باش الامور ان شاء الله تكون احسن في المقابلات الجايه ان شاء الله.